ازيك يا دكتورة دعاء؟ الله يكرمك، شكرا جزيلا على الدكتوراه. اتفضلي. اصلا انا بحبك قوي الله يكرمك، ومتابعاكي من زمان، شكرا يا ومعلش حبيبي، اول مرة ادخل في اي برنامج في حياتي فمرتبكة شوية، منورة استحمليني معلش. منورة ده بصوتك نورك، الجميل، اتفضلي. الله يخليكي، تسلمي يا رب. انا فقدت ابني من 3 شهور، يعني انا حملت بعد معاناة وتعب بعد 4 سنين، وبعد كده حملت وربنا أراد وأخذ، يعني اتوفى توفى وهو في بطنك ولا بعد ما ولدتيه؟ بعد ما ولدته بساعتين. يعني فأنا يعني كنت مجروحة خالص، فقعدت أقول ليه أنا، ليه كده، ليه عملت يا رب كده، أنا عملت لك إيه، أنا أذيت حد في إيه، أنا عمري ما أذيت حد. يعني حاسة إن أنا، يعني استغفر الله العظيم يا رب، ان انا كفرت بالله، يعني ما حمدتوش في وقتها، بس يعني بعدين حمدته، بس قطعت الصلاة لمدة شهرين، ما بقيتش اصلي، ما بقيتش استغفر، ما بقيتش اعمل اي حاجة، وما بقولش غير اشمعنى انا اللي اتحرمت من الفرحة دي، اشمعنى انا ربنا اخد مني فرح مرتين، ليه ربنا مش راضي يفرحني كده. يعني ده السؤال الأول، أنا أعمل إيه عشان يعني ربنا يسامحنا على اللي أنا عملته واللي أنا قلته؟ انت بعد كده فقتي آه وراجعتي نفسك وبقيتي تستغفري بقى وتوبتي وصليتي وكده، ولا ايه اللي حصل؟ أيوه، أنا بستغفر ليل ونهار دايما، طول ما أنا قاعدة، طول ما أنا صاحية نايمة، أنا وبنام وبغمض عيني بستغفر عشان قلبي يستغفر، حتى لو عيني غفلت في النوم قلبي يا يستغفر. روحي حبيبتي يا رانيا، ماشي يا ويعني رانيا. مش عارفة أعمل إيه. انت عندك والسؤال ولاد يا الثاني، رانيا؟ عندك ولاد؟ لا ما عنديش، طيب ما هو أول فرحتي دي يعني. والسؤال الثاني، هل أنا لو جبت حاجة يعني فرقتها على روحي زي ما الناس بتعمل هنا في العاس كالعادة، يعني هل ده حرام ولا حلال؟ مش وفي فاهمة السؤال. مقولة عندنا في ايه الصعيد، يعني أنا فرقت؟ تصدق مصرهاش. على روحك. تصدقتي يعني. يعني مثلا للأطفال الصغيرين دي، يعني فرقت نيتي بسكوت حاجة زي كده على روحها، للأطفال الصغيرين يعني تصدقت وكده. أنا ماشي. يعني كنت نادرة، لأن أنا يوم السبوع أذبح جدي، فلما توفى وبعدها بشهرين رحت برضه ذبحته، طيب كويس. يعني ما قلتش لا. وفي مقولة تانية، يعني في ظهر الجمعة بيقول المرأة اللي متوفي منها ولد ما ينفعش تاكل ولا تشرب، لو كلت وشربت أول مرة هو مش أسمعها. هيرضى ياكل ولا يشرب. معلش طولت عليكي، ما بس ينفعش الحاجة تاكل ولا دي تشرب، هتفرق. اهي دي أول مرة أسمعها. تانيا بقى بعد ما ولدت بساعتين ربنا توفى ابنها، ربنا يرحمها يعني يلحقها بيه في الجنة. فكرة إن الواحدة تتصدم طبعا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بس في ناس يعني مش بإيديهم، قالت كلام كتير وحش. إيه الباب بقى؟ مفتوح، إيه؟ الباب مفتوح، الباب مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا ست رانيا ارجعي، ربنا غفور رحيم وتواب كريم، وما تخافيش وبإذن الله هيتوب عليك. ده رقم واحد. رقم اتنين، ألف مبروك، بإذن الله ضمنت الجنة. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يموت له ثلاثة دخل الجنة، حاجز من النار وباب للجنة. طب اتنين يا رسول الله؟ قالوا اتنين، واحد قال وواحد، اللي يموت له واحد يدخل الجنة ويصبر. والذي نفس محمد بيده، حاجة جديدة خالص يا أستاذ دعاء، إن السقط لا يجر أمه بسريره إلى الجنة. اللي جاله حصل لها إجهاض ولسه البيبي ما سقط شوية دم، إذا احتسبته عند الله عز وجل باب للجنة بغير حساب. لا مفاجأة. حديث جميل قوي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من الرقوب؟ قالوا: يا رسول الله، الرقوب فينا من ليس له ولد. قال: بل الرقوب من لم يقدم لله ولدا. يعني المقطوع النسل اللي ما ماتلوش حد وقدمه لربنا جل وعلا. فانت يا ستي قدمت لربنا جل وعلا. نقطة مهمة، هو مش محتاج صدقتك، ده بالعكس هو لن يحاسب. فانت محتاجة الدعاء لنفسك، ومفيش حاجة اسمها يوم الجمعة ما كلش علشان هو ما ياكلش. الكلام ده خطأ كبير.